بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في كورس Foundations Engineering 2. إن شاء الله النهاردة هنبتدي نتكلم على البايل كاب في موضوع البايلز اللي هو في شابتر 9، ده الجزء السابع بتاعنا. أولا، إيه هو البايل كاب ده؟ البايل كاب ما هو إلا Reinforced Concrete Slab or Block which interconnected a group of piles and acts as a medium to transmit the load from wall or column to piles. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي ده عمود اهوت، العمود ده عليه حمل، وانا عايز اوزع الحمل ده على الخوازيق اللي هنا بقيم متساويه. يعني العمود ده مثلا 1000 وعندي هنا مثلا دولت 10، يبقى كل واحد ياخد 100، فمحتاج وسيط ما بينهم. الوسيط دوت او البلاطه اللي موجوده ما بينهم ديت هي دي البايل مين كاب. طبعا لازم البايل كاب تكون مالها ريجيد، يعني تكون مالها جاسئه بدرجه كافيه عشان تقدر تنقل الحمل بالتساوي لكل الايه الخوازيق، والا لو كانت هي مش ريجيد ممكن تنقل الحمل هنا اقوى او اكتر من الحمل ايه هنا. مبدئيا او عموما احنا مفروض ان احنا بنصمم البايل كاب ديت ما هي الا حته فوتينج اللي انت خدتها قبل كده، فوتينج ريستد اون سويل. فاكر انت خدنا انواع الاساسات كلها، فانا عندي الفوتينج ديت بتبقى عندي هنا الاستريسز اليونيفورم اللي هي الاف يو ان اللي انت صممت عليها الفوتينج. امال ايه الفرق؟ لا، الفرق الوحيد ان انت عندك ماشي عندي قاعده هنا، بس الرد الفعل بتاعي هو الخوازيق بتاعتي، فبيبقى الاحمال مالها مركزه كونسنتريتد، لكن هنا كانت مالها ديستريبيوتد، يعني هنا موزعه وهنا مالها مركزه، فالحمل هيبقى مركز. اما تيجي تجيب مومنت يبقى المسافه قوة في مسافة وليست ايه الاستريسز، اركزه وبعدين اجيب ايه المومنت بتاعه. نفس الكلام بالنسبة للشير، وابتدي اصممه كأني بصمم قاعدة عادية خالص جدا. بس قبل ما ابتدي اصمم البايل كاب لازم ابتدي احط الايه الدايمنشن بتاعتها، ان انا ابتدي اوزع الخوازيق. يعني انا لو عندي خازوقين سهل جدا ان انا اوزعهم بالشكل ده، المسافة بين الخازوق والخازوق دي بيسموها اس، اس دي بتساوي من 2 ل 3 في الدي اللي هو قطر مين الخازوق بتاعي، وابتدي ازود عليها مسافه من بعد السنتر ديت مسافه بتساوي القطر بتاع الخازوق، دي من الناحيه دي وكمان دي من الناحيه دي، فجبت الدايمنشن بتاعتي. طب لو كان 3 ممكن اعملهم بالشكل ده وتبقى دي المسافه اس واس واس هنا اهوت، وممكن اعملهم خط واحد بالشكل اللي قدامك دوت، اس هنا واس هنا ومسافه دي ومسافه دي. اما لو كان 4 ادي الاربع خوازيق اهمت، يبقى ممكن اعملهم بالشكل اللي قدامك ده. 5 اهو، بس تخلي بالك وانت بتعمل 5 الدايمنشنز هتبقى عامله ازاي، يعني الاس بتاعتي هتبقى جايه ازاي، مش جايه كده، لا ده الاس بتاعتي هتبقى جايه بالشكل اللي انت شايفه دوت، دي اللي هي الاس بتاعتي وليست المسافه اللي هي من هنا لايه لهنا، وهكذا بقى. ممكن تقول لو بتتكلم في 6 اهي سهله سهله اهي تبقى بالشكل دوت، لو كانوا 7 تبقى عامله ازاي، 7 هتلاقي فيه خازوقين هنا اهوت وخازوقين هنا اهوت، لكن فيه في النص هنا كام 3. فين بقى شايف المسافات اللي انا بعملها ديت؟ هي دي المسافات اللي هي مين الاس بتاعتي. لو كان 8 اهي خوازيق 8، ادي 3 وادي 3، دي المسافه اس والمسافه اس والمسافه اس والمسافه اس والمسافه اس، كلها المسافه اس، لكن مش هي دي الاس كلها، خلي بالك خلي بالك ان مش دي الاس، الاس هي المسافات دي. لو كان 9 اهيت، لو كان 10، ايا كان تقدر توزع الخوازيق بتاعتك. شكرا.